السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة سنة تانية إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض يونت 7 علشان نكون خلاص بنقرب بقى ننهي المنهج بتاعنا. طبعا زي ما عملنا في يونت 6 إن شاء الله، اليونت هناخدها على مرتين، ليسون 1 و 2 النهاردة، بكرة بإذن الله هيكون موجود في نفس الميعاد ليسون 3 و 4. كنا بنحل الامتحان مع بعض، ولكن عشان بس نخلص المنهج بسرعة فهسيب لكم انتوا الامتحان تحلوه. طبعا اللي عنده اي سؤال يقدر ان هو يكتب في التعليقات وباذن الله اجاوبه. وبرضو اول ما نخلص المنهج يكون عندنا باذن الله حوالي مثلا شهر تقريبا، نقدر ان احنا نحل فيه امتحانات كتير ونقدر ان احنا نراجع براحتنا. فانا مش يعني بطلت احل الامتحان، انا عارف، ولكن علشان نقدر ان احنا نخلص بسرعة ويكون عندنا وقت مراجعة اكبر شوية. يلا بينا نبدأ. أول حاجة النهاردة طبعا ليسن 1 و 2، وهنبتدي بالقسم بتاع الكلمات. يا ريت تكونوا بتذاكروا بس أول بأول. وطبعا أنت مش في درس، أنت في أحسن من درس. أنت الدرس لو أنت بتاخد درس مش هيتعادلك تاني، أما أنت عندك الفيديوهات موجودة يعني دايما معاك، مش هتتمسح طبعا، فتقدر إن أنت تعيد وتراجع في أي وقت براحتك. فحتى لو احنا اتأخرنا في وقت مثلا من الأوقات وما نزلناش يونت أو ما نزلناش فيديو جديد، راجع على القديم عشان توفر وقت من وقت المراجعة إن شاء الله بعد ما نخلص المنهج. نركز في الكلمات بتاعت النهاردة عشان ليا تعليق على بعض الكلمات فيها. أول كلمة، كلمة طبعا بيقولك types of TV programs، أنواع البرامج التلفزيونية. اللي عايزك تركز فيه قوي الكلمة الأولى دي، كلمة news معناها برامج إخبارية أو معناها أخبار، تمام؟ في كلتا الحالتين بتعامل معاملة المفرد، دي أهم حاجة. يبقى news is، news is مش are، مش are، خلي بالك إن هي بتنتهي بإس ولكن هيجي بعدها is. ليه؟ لأنها بتعامل معاملة المفرد، تمام؟ افتكر دي كويس جدا جدا جدا. يعني كلمة news دي زيها زي أحمد، زيها زي أحمد بالظبط، مش أحمد بياخد is، هي زي أحمد بالظبط. طيب بعد كده كلمة nature programs، nature programs معناها برامج الطبيعة. خلي بالك ان هو لما يحب يخدعك هيقولك natural، هيقولك natural، طبعا هتبقى غلط وتختار انت ايه، nature، تمام؟ دي برضو من الحاجات اللي هتلاقيها فيه الاسئلة لما نيجي نحل. quiz show معناها برامج المسابقات الثقافية، زي البرنامج اللي هو بتاع المدارس مثلا اللي موجود في الفترة دي. طبعا quiz مش quiz، مش كويز، تمام؟ اسمها كويز شو، كويز شو. دوكيومنتري بروجرامز معناها برامج وثائقيه، طبعا زي اللي بتيجي على ناشونال جيوغرافيك كده، طبعا بتكون برامج جميله جدا وبتوعينا وتثقفنا بشكل كبير. نيجي على الكلمات الاضافيه، انيمال وورد معناها عالم الحيوان، كان بيجي زمان قوي كده بعد صلاه الجمعه، مش عارف الحقيقه حاليا موجود ولا ايه، بس يعني لما كنت انا صغير شويه كان في عالم الحيوان ده، وكان كنا بنستناه يعني نرجع من الجمعه جري نتفرج عليه. interesting معناه شيق، حاجة ايه، جميلة، حاجة ممتعة انت بتتفرج عليها. television listing معناها قائمة البرامج او قائمة التلفاز، يعني الليستة اللي ايه، اللي هي فيها البرامج، يقول لك البرنامج كذا هيجي الساعة كذا، البرنامج اللي بعده هيجي الساعة كذا وهكذا بقى. خلي بالك ان هنا ايه، listing مثلا مش listening، ماشي؟ مش listening مثلا، عشان هي قريبة شوية في الشكل. tonight معناها الليلة، طبعا كلمة واحدة، دي كلمة مهمة جدا جدا وما بتعديش عليك كتير ولكن هي مهمة. كلمة irrigate، irrigate معناها يروي، الري اللي هو بتاع الزراعة، irrigate يعني يروي، والنون بتاعها كلمة irrigation يعني الري. irrigate الفيرب يروي، irrigation ده الري. expect يتوقع، تتنبأ بحاجة هتحصل بعد كده. baby elephant معناها ايه، الفيل الصغير، الفيل الكيوت لسه، اللي هو ايه، لسه صغير خالص، baby elephant. what kind معناها ما نوع، أداة استفهام. bus stop مش معناها توقف الأتوبيس بقى، لا، موقف الأتوبيس، موقف الأتوبيس أو محطة الأتوبيس، bus stop. field معناها حقل أو مجال، field معناها حقل أو مجال. تلات أنواع، تلات كلمات بمعنى كلمة نوع، type kind sort، type kind sort معناها نوع. movie معناها فيلم، movie معناها فيلم. دي بعض يعني البلاد و الدول او المدن زي ايجيبت، برازيل، تشاينا، دبي، كينيا، لوكسور، طبعا يعني نعرفهم بس نقراهم كده، انما الكلمات الحفظ طبعا هي الكلمات دي. ويا ريت تركز على الحاجات اللي قلت لك عليها تعليقات، زي مثلا كلمه نيوز، زي كلمه نيتشر، دي مهمين جدا جدا، اكتر كلمتين مهمين. يلا بينا نكمل بعض الكلمات وعكسها. ستارت معناها يبدا، فينش معناها ينتهي، سهله جدا دي. وين معناها يفوز، لوز معناها يخسر.
right answers معناها اجابات صحيحه، زي ما ان شاء الله هسيب لكم اسئله في الاجزاء اللي بنيجي نحل عليها، فان شاء الله كلكم تعملوا ايه الرايت انسرز، تعملوا الاجابات الصحيحه، ومحدش منكم خالص يعمل الرونج انسرز، الاجابات الخاطئه. live معناها يعيش، live مش life، خلي بالك live مش life، دي الفيرب، اما life حياه اللي هي بالاف حاجه تانية. die معناها يموت. on TV على التلفاز، ودي مهمه، نعلم على الحاجات المهمه بقى مع بعض. around the world حول العالم، اعتقد سهله. look after معناها يعتني بيه، برضو اتكررت كتير وهتتكرر معاك لحد اولى ثانوي ولحد ثالثه ثانوي كمان. help with معناها يساعد فيه، خلي بالك ان look مع حرف الجر بتختلف معناها من كل حرف جر للتاني، فانت احفظ يعني كل واحده تقابلك احفظها. look after يعتني بيه. jump over معناها يقفز من فوق، يقفز من فوق مثلا المبنى. what's on tonight دي مهمه جدا جدا جدا، معلش شخبطت عليها بس مش مشكله بقى. what's on tonight معناها ما البرامج التي ستعرض الليله. what's on tonight لما الترجمه ترجمه حرفيه ايه الليله، ايه اللي موجود الليله، ولكن هي ايه زي مصطلح كده بمعنى ايه البرامج اللي هتتعرض النهارده، مهمه جدا. be able to بيجي وراها المصدر، يبقى be اللي هي am is or was where مثلا، بعدها able to بعدها الفعل في المصدر. يلا بينا نكمل بعض definitions، وزي ما يعني قلت لكم بقى في اليونتات اللي فاتت definition بيجي ازاي، بيجيب لك في الاختيارات مثلا يقول لك نقط تمام tells you information about the world today، يقول لك news ولا nature program ولا quiz show ولا documentary، فانت طبعا تختار ايه news، يبقى news tells you information about the world today، الاخبار او البرامج الاخباريه بتعرفك المعلومات اللي ايه اللي حصلت النهارده في العالم، العالم اخباره ايه. nature program معناها يعني معناها طبعا البرامج الطبيعيه او برامج الطبيعه، برامج الطبيعه مش برامج طبيعيه، برامج الطبيعه تفرق. tells you about animals بتعرفك عن ايه، عن الحيوانات ومش الحيوانات بس، يعني بتعرفك عن الطبيعه بشكل عام. quiz show اتفقنا، كويز اصلا عارفين معناه ايه، معناه امتحان صغير، يعني مثلا ان انا اجي في بدايه الفيديو واقول لكم ايه انتوا ذاكرتوا يونت 6 خلاص تمام، بصوا بقى خدوا 1 2 3 3 اسئله بس كده في السريع على يونت ايه، على يونت 6 في تحلهم في 3 دقائق بس، فالكويز هو ايه اختبار سريع كده. asks people what they know بتسال الناس ايه عن حاجات هم يعرفوها. documentary طبعا ده الحاجه الوثائقيه، tells you interesting information about something، يبقى الحاجه اللي بتعرفك interesting information عن حاجه معينه هي الدوكيومنتري، اما اللي بتعرفك معلومات عن اللي حصل النهارده هو النيوز، عشان الاثنين دول مهمين يعني وممكن يلخبطوا شويه. watch programs معناها يشاهد البرامج، سهله ديت وعاديه. your least favorite TV programs معناها البرامج التلفزيونيه الاقل تفضيلا لديك، الاقل تفضيلا لديك اللي هي كلمه ليست. nature معناها الطبيعه، دي ناون طبعا ودي اللي بنستخدمها مع كلمه بروجرام، برامج الطبيعه. طيب اما الثانيه بقى natural معناها طبيعي، دي ايه adjective صفه. irrigate معناها يروي، irritate معناها يزعج تمام. competition معناها منافسه، competition منافسه. completion معناها تكمله، منافسه تكمله. show معناها عرض، شو معناها الحذاء، ولكن ايه جزمه واحده بس، فرده واحده بس، طبعا لو هتبقى الاثنين بقى بنحط حرف الايه الاس. شو دي اللي معناها عرض، خلي بالك عشان ممكن يجيبها لك برضو في الكوركت. يلا نكمل عندنا هنا يعني برضو زي مصطلح على بعضه كده بنعرفه على بعضه، ان ستودنتس ستادينج والحاجه اللي بيدرسوها بقى، مش شرط ساينس طبعا. students studying يبقى هيجيب لي students مثلا ويجيب لي وراها طول المصدر او يجيب لي وراها المصدر بس، لا students وبيجي وراها ايه studying، هي اتنين كده دي تعتبر كلمه واحده، دي كده على بعضها تعتبر كلمه واحده كمان بالكلمه اللي وراها كمان، يعني مش دي بس ده كمان بالكلمه اللي وراها تمام. كل دول عارف لما يجي لك في جمله التلات كلمات دول هيكونوا هم الفاعل، التلات كلمات دول students studying science history english geography وهكذا، الطلاب الذين يدرسون العلوم. كمان ممكن تكتبها بصيغه تانية هي ايه students who are studying science، الطلاب اللي بيدرسوا ايه بيدرسوا علوم، زي المثال ده ما بيقول كده the competition is between students studying science، المسابقه ما بين الطلاب اللي بيدرسوا علوم و and students studying history والطلاب اللي بيدرسوا تاريخ. بيقول لنا هنا ان كلمه news زي ما المستر قال لنا من شويه هي معناها اخبار، اه جمع في العربي اه، ولكن في الانجليش تعامل معاملة المفرد. ايه تاني اللي زيها؟ كلمة information.
information. يبقى الاتنين دول هيجي وراهم ايه؟ هيجي وراهم is لو في المضارع، وهيجي وراهم was لو ايه؟ was لو في الماضي. خلي بالك كويس جدا منه. قلت لك اعملهم news و information كأنهم احمد، كأنهم احمد، اتعامل معاهم على الاساس ده ان هو حاجة مفرد. طيب هنا بيقول لنا the news you have told me are really great، الاخبار اللي انت قلتها لي بيكونوا جيدين جدا. لا، هي الاخبار ما بتكونش بيكونوا، الاخبار بتاخد ايه؟ بتاخد is مش are. students study history won the competition. عارفين هنا الفعل الاساسي ايه؟ مش study، لا، الفعل الاساسي هنا won، كسبوا الايه؟ المسابقه. ولكن هنا الفاعل، كل ده الفاعل، الثلاث كلمات دول هم الفاعل. اتفقنا ان students studying history، studying history. all the information، information where important، where دي للجمع، اما احنا information عندنا تعامل معاملة المفرد فهتبقى was. اعتقد الموضوع سهل جدا جدا جدا. نكمل. هي يونت لذيذة، يعني اليونت دي حتى في الجرامر بتاعها يونت 6 و7، تمام؟ يعني تعتبر ان الجرامر بتاعها حاجة واحدة. لما تيجي تراجع ان شاء الله وتيجي تذاكر كده، ذاكر جرامر يونت 6 ويونت 7 مع بعض، لانه سهل جدا، يعتبر صفحة واحدة اصلا. وانا بكون كاتب لك كده على الجنب زي ما كتبت لك في يونت 6 كده، كتبت لك على الجنب كده يعني ملحوظة دي تهتم بيها قوي، هي دي اللي هتجاوب بيها. النهارده برضو كاتب لك على الجنب كده ملحوظة برضو، هي يعني هي اللي هتجاوب بيها. وبرضو هقرأ معاك طبعا ايه الشرح. هنا بيقول لنا تي في ليستنجز، طبعا القايمة بتاعت او قوائم التلفزيون. Tonight's who knows more، النهارده مين يعرف اكتر؟ is at Alexandria University، في جامعة اسكندرية. where the competition started last night، المسابقة بدأت امبارح. the competition is between، المنافسة او المسابقة ما بين. students studying science، اللي بيدرسوا، الطلاب اللي بيدرسوا علوم. and students studying history، الطلاب اللي بيدرسوا تاريخ. the science students are winning at the moment، هم كسبانين، بتوع العلوم كسبانين دلوقتي. they have got 20 right answers already، هم حصلوا على ايه؟ حصلوا على 20 اجابة صحيحة بالفعل. خلي بالك ان احنا لينا وقفة هنا مع كلمة already في الجرامر ان شاء الله. the competition isn't finished yet، لينا وقفة برضو مع yet. watch tonight's program to see who wins، شاهد بقى البرنامج بتاع النهاردة ده عشان تشوف ايه مين اللي هيكسب. have you started watching schools around the world yet، هل بدأت ان انت تتابع البرنامج بتاع المدارس حول العالم؟ خلي بالك ان هنا يت دي تاني مرة تجيلنا، يت جات لنا مرة في جملة منفية، جملة منفية، وجات لنا مرة في ايه؟ وجات لنا مرة في جملة فيها سؤال، في جملة فيها سؤال. خلي بالك ان في غلطة هنا في الكتاب. الشاطر جدا 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 بجد، يعني هحبه قوي يعني، سواء يعني ولد او بنت، اللي يقدر يجيب لي الغلط. احنا هنشرح الجرامر طبعا مش هتجيبها دلوقتي، لما نخلص الجرامر ان شاء الله عايزك ترجع للصفحة دي تقراها، فيها غلطة. لو طلعت الغلطة تبقى انت مية مية. اتفقنا؟ يعني غلطة، يعني مش عارف هما ازاي غلطوا فيها في الكتاب الحقيقة، ولكن في غلطة هنا كده في الحتة اللي انا قريتها، يعني عشان ما تقعدش تنزل تحت وكده، لا، في الحتة اللي انا قريتها، اللي يطلعها بجد يبقى شاطر جدا يعني، ما شاء الله عليه. It's about a school in a different country، بتتكلم عن مدرسة في دولة خارجية او دولة مختلفة. we have seen schools in Brazil and China already، ادي هنا برضو already، وملاحظين ان هي دايما كده بتيجي في اخر الكلمة، هي مش دايما قوي ولكن برضو هنشوف، يعني المرتين اللي جت في اخر الكلمة، اخر الجملة يعني. but we haven't seen one in Egypt yet، برضو هنا في نفي، وهنا في يد جاية في الاخر. they have just shown a school، اول مرة just تيجي. عارفين just جت فين؟ just جت قبل البيبي، جت قبل البيبي. A school in Dubai. This was very interesting. طبعا ده كان شيء شيق جدا. At 9 o'clock there is a program called Animal World. لما نحب نقول برنامج يسمى بنقول a program called. خلي بالك عشان دي عليها أسئلة. Program called مش مثلا is called أو was called. لا. A program called Animal World. A university professor from Kenya will tell us why it is so important to look after animals. في يعني بروفيسور، في استاذ جامعي من في كينيا هيعرفنا ليه مهم ان احنا نعتني بالحيوانات. the program is about a baby elephant، بيتكلم عن طفل، يعني طفل الافيال او طفل الفيل زي ما انتم شايفين كده صغير خالص. its parents have just died، يعني والده ووالدته بقى الفيل والفيله اللي هم الكبار شويه دول ماتوا، لسه ميتين حالا من وقت قليل. It's amazing to see how it's looked after by the other elephants.
يعني من الحاجات الجميلة ان انت هتشوف ان الافيال التانية بيعتنوا بالفيل الصغير اللي ايه اللي والده ووالدته ماتوا دول. هنشوف بقى الكلام ده طبعا في البرنامج اللي احنا اصلا مش هنشوفه يعني، ولكن حسب بقى النص. اوعوا تنسوا، عايز اشوف الغلطة اللي هنا، الناس الشاطرة اللي هتقدر تطلعها يعني يبقى برافو عليهم. لو ما عرفتوش تطلعوها يعني هبقى انا مثلا اقول بقى في يونت 8 بقى، لان يعني نبقى اقول في يونت 8 ان شاء الله، او اقول لكم في التعليقات. نشوف بقى ايه نص الاستماع. بوي 1 وحسن، ولد رقم 1 وحسن. ليتس واتش تي في، تعالى ما نتفرج على التلفزيون. ليتس واتش تي في دي برضو حاجة من الحاجات اللي هناخدها ان شاء الله في الدرس الجاي، الدرس التالت والرابع في المواقف. واتس اون تو نايت، دي اللي قلت لكم لازم تحفظ كويس جدا، ايه اللي بيتعرض النهارده. ذا نيوز از، شايفين اهي دي بقى اللي ايه اللي مهم قوي. الاخبار بتكون ات كوارتر باست 7، ات كوارتر باست 7، وهنعرف الساعه دي كام النهارده. انا مش هقولها دلوقتي، هنعرف كام النهارده، والحته دي مهمه قوي قوي قوي، مش هقولها دلوقتي ولكن ايه هنيجي وقتها هنعرف بقى ايه ازاي احنا كلنا نقدر نقول الساعه كام بالظبط. تمام، هنتعلمها النهارده. after that there is a nature program، في برنامج طبيعه، about animals that live in Brazil، عن الحيوانات اللي بتعيش في البرازيل. بوي رقم واحد قال ايه that sound interesting، لما تكون حاجه انت شايف ان هي كويسه بتقول ايه that sounds interesting، ده يبدو ايه. طبعا sound هنا مش معناها صوت، sound هنا معناها يبدو، ده يبدو شيء ايه رائع او شيق. what time is it، هو هيجي الساعه كام. يبقى لما نحب نسال عن الوقت عن ميعاد حاجه بنسال ايه what time is it. قال له it starts at 7:45، 7:45 دي سهلة ديت، ان هي 7:45 دقيقة. I recommend that we watch the quiz show at 8 o'clock، دول ناس فاضية بقى يعني، دول قاعدين على الكنبة جايبين لب وفشار وقاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. من الساعة 8:15 هنتفرج على كذا، الساعة 8 بالظبط هنتفرج على برنامج المسابقات. It's very good، لأنه كويس جدا. قال له اوكي I like quiz shows، أنا بحب برامج المسابقات. What's on after the quiz show؟ طب احنا بقى يعني بما اننا فاضيين وقاعدين اتفرجنا على برنامج الايه الحيوانات، بعد كده اتفرجنا على الكويز شو برنامج المسابقات، طب ايه يعني هنقوم؟ اكيد لا، هنقعد بقى نتفرج. قال له at half past eight، half past eight there is a documentary، في بقى ايه برنامج وثائقي. It's about how farmers irrigate، irrigate يعني يروي، ازاي ان المزارعين بيرووا ايه their fields today، بيرووا الحقول بتاعتهم النهارده. I like the sound of that، I like the sound of that برضو مش بحب صوت ده، بحب كيف يبدو ذلك، يعني بحب ايه ان الوضع ان البرنامج ده بالعرض بتاعه ده شكله ايه، شكله كويس. The documentary will help me with my schoolwork، هيساعدني بايه بالشغل بتاع مدرستي. Let's watch that too، تعالوا اما نتفرج عليه كمان، وغالبا هيتفرجوا على اللي بعده كمان يعني لانهم شكلهم فاضيين. تعالوا بقى اما نشوف الاسئله زي ما متعودين، واحد عليا اتنين عليكم، يعني انا بحل الفردي وانتوا بتحلوا الزوجي. نقط programs tell you interesting information about something، خلي بالك ان دي definition، definition خدناه عن الدوكيومنتيري. رقم اتنين عليكم تلات عليا، this نقط elephant is very small، الفيل ده بيكون صغير جدا، بيبي ولا مان ولا بوي ولا جيرل، خدنا كلمة واحدة منه هي ايه بيبي elephant، الفيل الصغير. it's نقط program it's about the rainforest، الغابات الممطرة، and the tribes that live there، والقبائل اللي بتعيش هناك، وخدنا الكلمة دي قبل كده. طبعا ده يبقى ايه، ده يبقى nature program لانه بيتكلم عن الغابات الممطرة. كمل رقم سبعة، to know the time of a program او of programs on a channel I read the television، television ايه، طبعا الاجابة الاخيرة the television listing يعني القوائم او القائمة بتاعت التلفزيون. اخر واحدة خالص I watched a program نقط Animal World last night، عايزين نقول برنامج يسمى، قلت لكم انهي واحده طبعا هتكون بي a program called Animal World، برنامج يسمى Animal World. تعالوا ما نشوف هنا برضو، طبعا رقم واحد دي حليناها مع بعض دلوقتي حالا، ولكن برضو يلا نفتكر كده. the news on TV are exciting، هي news بتاخد ار، لا بتاخد از. رقم اتنين سهله جدا، document program ولا حاجه تانية، سهله قوي. What's at tonight؟ هو أنا قلت لكم إن هي بتيجي at عشان نقول إيه اللي بيتعرض النهاردة؟ لأ، What's on tonight؟ رقم هنا شو، خلي بالك أنت دي تعرف تجيبها من الـ confusing words، كلمات اللي شبه بعضها.
there is a competition برضو من ايه؟ برضو من ال confusing words، كلمات اللي شبه بعضها، فهتبقى competition مش completion. طبعا رقم 6 هتكون عليكم. تعالوا بقى اما نيجي للجرامر اللي هو سهل خالص وبسيط جدا، واحنا اصلا اتعرفنا عليه من شوية في النص. ركزوا معايا، نبدأ الاول ايه؟ نبدأ الاول بالحاجات اللي انا هكتبها ليكم، عايزكم تركزوا فيها عشان هي ديت اللي ايه اللي هتساعدكم في الحل بتاعكم. احنا هنا هنقرا بس الكلام المكتوب عشان يعني اكون قراته معاكم، انما اللي هيساعدك في الحل بشكل كبير جدا دايما الحاجات اللي انا بكتبها، انا الحاجات اللي على الجنب دي. بيقول لنا هنا ايه؟ ان جاست، عايزك تفتكر بقى الكلام ده، تحفظه يعني، تحفظه زي اسمك. ان جاست بتيجي فين؟ جاست بتيجي قبل البيبي. خلي بالك ان احنا دلوقتي هنتعامل مع زمن البريزنت بيرفكت، زمن المضارع التام، اللي هو بيتكون من ايه يا مستر؟ بيتكون من الفاعل، تمام، بعد كده حسب بقى الفعل ده، لو الفعل مفرد او هي او شي او هي او شي او ات، بياخد هاز، بياخد هاز. طيب لو الفعل جمع او اي وي يو زي، هياخد هاف. ده زمن ايه؟ ده زمن المضارع التام. طيب ايه اللي بيجي بعدهم؟ بيجي بعدهم البي بي، التصريف الثالث للفعل. خلي بالك بقى عندنا دلوقتي ثلاث كلمات، او عن او ثلاث كلمات، جاست اوريدي يت، ثلاث كلمات. عايزين نعرف امتى بنجيب كل واحده وبنجيبها فين، بس امتى بنجيب كل واحده وبنجيبها فين؟ والله في يعني اتنين منهم مكانهم ثابت، ليهم مكان واحد بس، وفي واحده ليها مكانين. المكان الثابت جاست، جاست بتيجي دايما فين؟ قبل البيبي، جاست بتيجي قبل البيبي. تعالوا اما نقرا اللي مكتوب عنها. بيقول لنا زي ما قلت لكم كده وانا بترجم، ان ايه؟ انا لسه عامل حاجه حالا، حالا. جاست دي معناها ايه؟ حالا. تستخدم جاست بمعنى حالا مع المضارع التام لتقول ان شيئا ما شيئا ما حدث ايه منذ فتره قصيره، حاجه لسه ايه حاصله قريب جدا. انا لسه شارب ميه، انا لسه، بنقولها كلنا الجمله دي، انا لسه شارب ميه، انا لسه واكل، هي دي بنستخدم فيها ايه كلمه لسه دي، هي جاست. وي هاد ا جريت هوليداي، احنا كان لدينا ايه؟ كان لدينا يعني عطله ممتازه. وي هاف جاست ارايفد هوم، احنا ايه؟ لسه واصلين حالا. طيب شفت انا قلت ايه؟ لسه واصلين حالا، حتى من غير يعني من غير ما اخد بالي قلت لسه واصلين حالا، لان عارف ان جاست معناها ايه؟ حالا. بصوا هنا بيقول لنا الترجمه، وي ارايفد ا شورت تايم اجو، معنى الجمله دي ان احنا وصلنا من وقت قليل جدا. خلي بالك واللي يهمني بقى ان جاست جايه فين؟ جاست جايه قبل البيبي، جاست جايه قبل البيبي. طيب ده بالنسبه لجاست. نيجي على اوريدي، لا هنسيب اوريدي شويه. ليه يا مستر بس كده؟ عشان اوريدي بتيجي في مكانين، واحنا يعني مش ناقصين بقى وجع دماغ دلوقتي، احنا عايزين نيجي للحاجه السهله خالص. ايه هي الحاجه السهله خالص؟ هي يت. مالها بقى يا مستر يت؟ يت والله يا شباب بتيجي في مكان واحد بس، هو في اخر الجمله، في اخر الجمله بس، عشان ما اضحكش عليكم برضو، هي بتيجي مع حاجتين مش مع حاجه واحده، يعني هي بتيجي في اخر الجمله، في اخر اي جمله، ولكن مش كل الجمل ليها ايه جملتين معينين. الجمله اللي هي سؤال زي ما شفنا في المحادثه او في النص اللي قرناه، يعني لو جمله سؤال بنجيب ايه في اخرها خالص، اخر كلمه قبل علامه الاستفهام، كلمه ايه؟ يت. او لو جمله فيها نفي، فيها نفي يعني فيها ايه؟ not، has not او have not، has not او have not. تمام، خدوا بالكم كويس قوي، واللي هيركز في الحته دي هيعرف يجيب الغلطه اللي كانت موجوده في النص. يبقى يت بتيجي مع السؤال او مع النفي. طب اوريدي بقى يا مستر، والله اوريدي واخده الحلو من هنا على الحلو من هنا. ازاي؟ اوريدي بتيجي مره زي جاست، يعني ايه؟ يعني قبل البيبي، قبل البيبي، تمام. دي اول مره. طب والمره الثانيه بتيجي في نهايه الجمله، بتيجي في نهايه الجمله. يبقى اوريدي ممكن تيجي قبل البيبي زي ما انتم شايفين هنا كده، قبل البيبي، او فين؟ او في نهايه الجمله. زي، طيب المهم الاول مكانها فين بقى؟ مكانها في الجمله المثبته، يعني مفيش نوت. اي هاف اوريدي، مفيش نوت، خلي بالك من دي، جمله مثبته. ركز معايا على الجنب اللي انا فيه دوت عشان هو ده اللي هيفهمك. جمله خبريه مثبته. يعني ايه جمله خبريه؟ يعني جمله بتبتدي بفاعل زي اي، ليلى، احمد، طارق، مصطفى، وهكذا. تمام، هنا بيقول لنا تستخدم اوريدي بمعنى بالفعل،
لنقول ان شيئا ما حدث قبل ما كنا نتوقعه. يعني احنا حاجة حصلت احنا ما كناش بنتوقع ان هي تحصل في الوقت ده، تمام؟ في جملة خبرية مثبت زي I have already had lunch. I have already had lunch. انا ايه بالفعل ايه اتغديت. الجملة التانية بيوريك بقى ان ايه ان already ممكن تيجي في الاخر. ليلى has finished، ادي هنا has وادي البي بي، already ما جاتش في النص. her homework already، يبقى ممكن تيجي قبل البي بي وممكن تيجي في نهاية الجملة. طب بالنسبة ل just او بالنسبة ل yet بقى اخر حاجة، yet معناها حتى الان. حتى الان دي بتيجي فين؟ بتيجي في السؤال، بيقول لك لتسأل او نتكلم عن شيء نتوقع حدوثه، استخدم في السؤال والنفي فقط. يعني ايه؟ يعني مستحيل يت تيجي في جملة مثبتة. يبقى لو ما لقيناش علامة استفهام او not يبقى مفيش يت، يبقى ايه؟ مفيش يت خالص، تمام؟ هنا بيقول لنا have you finished your homework yet، شايفين جاي قبل ايه؟ قبل علامة الاستفهام. هنا النفي بقى I haven't had breakfast yet، ادي هنا haven't وادي هنا yet. خلي بالك ان yet من الكلمات اللي بتدل على زمن البريزنت بيرفكت، بتيجي مع البريزنت بيرفكت، يعني مش هنلاقيها مثلا مع المضارع مع الماضي كده. يعني سهلت عليكم قوي الغلطة اللي موجودة. تمام، يلا بينا نشوف الأسئلة بقى اللي على الجرامر. درس سريع جدا وبسيط خالص خالص خالص. Have you done your English homework؟ بصوا من غير ما اقرا الاجابات مش في علامة استفهام اهي، يبقى يت. من غير ما اقرا الاجابات ليه؟ علشان يت بتيجي في ايه؟ في اخر خالص، في اخر الجملة هنا. اخر ايه؟ اخر السؤال، يعني قبل علامة الاستفهام. This cup is clean، الكوباية دي نضيفة. طبعا ده رقم اتنين عليكم، سيبهولكم بقى مش هقراه. I haven't finished، ادي هنا نفي، تمام؟ وادي هنا البي بي، يبقى وده haven't يعني ايه؟ مضارع تام، يبقى الإجابة يت وإحنا مغمضين. الموضوع سهل إزاي؟ سهل جدا جدا، جملة نفي، جملة نفي، والحاجة اللي ناقصلنا في نهاية الجملة يبقى يت. حاجة اللي ناقصلنا في نهاية الجملة يبقى يت. هنا بقى هي isn't hungry، هي isn't hungry، خلي بالك isn't مش hasn't، هنا isn't مش hasn't، خلي بالك. because he has not had dinner. طيب هنا has في نفي؟ لا، يبقى مفيش ايه؟ مفيش yet. يبقى يا اما نستخدم حاجه من اتنين، يا اما already يا اما just. طبعا ايه اللي موجود منهم؟ اللي موجود already. already اتفقنا ان هي ممكن نستخدمها قبل البي بي اللي هو had. had دي البي بي من مين؟ من have. have الماضي بتاعها had والبي بي had برضه. وممكن نستخدمها في نهايه الجمله. رقم سبعه I have already. المره دي بقى نوع جديد من السؤال. هو عارف ان انت هو عارف ان انت عارف ان اوريدي بتيجي مع المضارع التام. قال لك تمام، المضارع التام بقى بيتكون من ايه؟ ادي الفاعل وادي هاف، يبقى ناقص ايه؟ ناقص البي بي اللي هي استادد. رقم تسعة هاف يو كولد بسمله توداي، هل كلمت بسمله النهارده؟ وعلامه استفهام نو نوت. نوت ايه؟ هنا نفي نوت يت. بس يا مستر دي مش اخر الجمله. لا هي اخر الجمله، شايف النقطه؟ ركز كده هتلاقي هنا في نقطة اهي. طالما في نقطة يبقى هنا الجملة اكتملت، ماليش دعوة باللي بيجي بعد كده. ماليش دعوة باللي بيجي بعد كده، هي النقطة هي نهاية الجملة. تعالوا أما نشوف الكوريكت. عادل has already make، هو already بيجي وراه الفعل في المصدر؟ لا، بيجي وراه التصريف الثالث اللي هو made. يوسف isn't doing his homework yet، قلت لكم من شوية إن يت بتدل على زمن المضارع التام. هي isn't مضارع تام؟ ها؟ الناس اللي رجعت للنص، ها؟ لا طبعا. isn't ايه؟ مضارع مستمر، مضارع بسيط او مستمر، يعني هنا في الجمله دي جايه مضارع مستمر، فهتبقى hasn't done. خلي بالك done علشان البي بي مش doing، خلي بالك من الحته دي. وما ينفعش تحط has، لازم تنفي عشان في yet. تمام. I have have، هي have دي نفس فكره رقم واحد، هي I have اهي، تمام؟ المضارع التام بيتكون من ايه؟ من الفاعل I، وبعد كده has او have، خدنا have، وعندك already، كل دي حاجات بتدل على زمن المضارع التام. طيب يبقى الفعل هيجي في البي بي، البي بي من have ايه؟ لسه حلينها، كانت had، تمام؟ هنا صيغة سؤال سهلة جدا، سهلة جدا. كل اللي انت عايز تعمله طبعا يو مش هتغيره، يو هتفضل زي ما هي، تمام؟
اسأل نفسك بقى لما انا كنت بشرح من شوية، قلت ايه الحاجة اللي بتيجي مع يو؟ هاز ولا هاف؟ الحاجة اللي بتيجي مع يو هتحطها في البداية هنا بدل ديد. طب وبعد كده هتصرف الفعل ده في البي بي، بس كده عشان الفكرة بتاعتها برضو لو حد منكم عنده مشكلة فيها. بكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهاردة، اعتقد درس سهل جدا جدا وبسيط. اتمنى ان انا اكون بس وصلته لكم بشكل كويس، يا ريت تساعدونا للمرة المليون، يا ريت تساعدونا وتوصلوا الشرح لزمايلكم وللناس على الجروبات على الفيسبوك، يمكن ان شاء الله هم كمان الشرح يعجبهم ويقدروا ان هم يتابعونا، علشان باذن الله نعمل مراجعات قوية فيكون في عدد برضو بيتابع، ده بيشجع برضو ان احنا نعمل حاجة بشكل افضل. اشوفكم على خير ان شاء الله بكرة في الدرس الثالث والرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.